رضا، احنا دايما بنسمع مفاوضات الزمالك معاك دي من بقى 4 5 سنين، من ايام ما انت كنت كمان في الناشئين في وادي دجله، دايما قريب من الزمالك، دايما الزمالك داخل فيك عايزك، دايما الموضوع بيبوظ. عايز اعرف هو فاوضوك كام مره وليه الموضوع ما كانش بيك؟ والله انا اللي كان بيفاوضني مثلا كان وكلاء، كان ناس وسطاء، فما كانش في حاجه، فانا دايما ما كنتش بحط دماغي من الموضوع ده، ما كنتش بشغل بالي من الموضوع ده اللي هو مهم، لان كان دايما وسطاء اللي بيخشوا في الموضوع بس. لكن ما فيش حاجه جت مثلا رسمي، ما فيش حاجه جت ان مثلا ان اهتم بالموضوع، لان كان كل حاجات بتجيلي شفويه، اشوف مثلا بوست على السوشيال ميديا، بشوف اي حاجه، بس ما كانش حد سميدو بيجي. كان دايما بيرشحك ان هو كمان على يعني عارف امكانياتك، هو اللي كان مساعدك في طبعا دي. بيرشحني، بس ما كانش في حد بيتواصل معايا دايركت ان انا مثلا في حاجه، مفيش حاجه كانت رسمي بتيجي للنادي اللي انا موجود فيه، فما كنت مثلا ده كلها بشوفه ككلام، فاهم؟ ما كانتش بشوف حاجات بتحصل قدامي ان انا اركز فيها واخدها الموضوع بجديه يعني.